لا يا سنة، ايه في ايه؟ لا يا سنة، ايه؟ السلام عليكم، لا معاكم كابتن مينا، معانا سونيك والاستاذ سامر. دلوقتي احنا بنعلم سونيك الصبر، انه يقعد في الارض هادي، ما يفضلش يتنطط ويعافر ويحارب. هنشوف البدايه عامله ازاي. طبعا انا اشتغلت مع سونيك امبارح على الموضوع ده، وسامر اشتغل عليه، فالمفروض ان هو مش محتاج ان انا اقول اي رولز، بس انا هحاول اوجهه لو هو غلط في اي حاجه، ونحاول نخليه هو يشرح لنا اللي فهمه عشان خاطر يقدر يفيدكم من تجربه اونر. سامر، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ علموا الصبر. بتعلمه ايه؟ الصبر الصبر. طيب بتعملها ازاي؟ هو مثلا بقى قاعده كده، لو مثلا اتفرد، لا انا عايز اسمع صوتك. اول ما يتفرد مثلا وانا قاعد اديله على طول تريتس، تمام. ولما يتفرد دي تتنام يعني يلاي داون كده زي ما هو قاعد. تمام. وكل مثلا عد شويه مثلا 10 ثواني قاعد فيهم اديله، بعد ازود مثلا ثانيتين ولا ثلاثه تمام، يعني على حسب. بنزود المدة واحدة واحدة. حلو قوي. طيب وسونيك الاستجابة بتاعته ايه دلوقتي؟ دلوقتي حالا ما نمتش عليها مرة أصلا. طيب ما تسمعنا العد كده، عايزين نسمع هيوصل لقد ايه. هو دلوقتي كافئ دلوقتي. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. برافو. احنا امبارح لسه ما وصلنا 10. لدقيقة صح؟ اه طيب حلو، تيجي نوصل للدقيقة المرة دي؟ تعالوا نجرب مع بعض كده. انا دلوقتي عندي واحدة، يعني بنصور بقالنا دقيقة وخمسين ثانية، هنشوف هيوصل لكام. من لا دلوقتي من دلوقتي. طيب كده استنى كده، هيعدي بس 3 ثواني، هيبقى دقيقتين. هنستنى اول ما يوصل 3 دقايق ونكافئه. لو غلط قبل، يعني لو غلط قبل ما يوصل 3 دقايق، انت عرفت هتعمل ايه. تمام تمام بالظبط، هنعيد من اول تاني. استنى بقى، ما تكافئش، قطع التريتس براحتك. عايز تتعامل ان انت كأنك بتاكل، اتعامل عادي جدا، ونشوف هو هيعمل ايه. دلوقتي عدى 19 ثانية، نشوف مع بعض. أهم حاجة وهو بيعمل ده يكون مركز مع سونيك. لا طرف عيني في سونيك بالظبط، عشان يقدر يشوف هيتحرك امتى، ويقول له لا، ولا هيقول له استنى، ولا هيقول له تمام برافو، على حسب الرد الفعل بتاع سونيك. دلوقتي كده فاضل 15 ثانية ونوصل للدقيقة كاملة، وسونيك مستني. سونيك ابتدى يزهق، قول له ها. ايوه لا يا سونيك. تمام، فاضل كده 5 ثواني. 3 2 1 0. برافو برافو. هو كده سونيك قاعد بقاله دقيقة مستني. طبعا ده من أول يوم احنا عملناه، والمفروض إن بعد مدة معينة من التكرار سونيك يوصل إنه يقعد تلت ساعة ونص ساعة قاعد مستني. طيب إيه الحاجات اللي تحب تقولها للناس على التدريب ده يخلي بالهم منه؟ ان هما برضه ايه مثلا ما يتوتروش، عشان برضه لو توتروا هو يحس ان احنا متوترين، هيتوتر ويبقى في مشكله كبيره. تمام، يعني نتحكم في توترنا وطاقتنا، لان ده بيفرق. حتى برضه احنا على طول الاكل نمشي بالراحه، يعني مش بالراحه، يعني ما نبقاش فيه ستريس كده ونمشي بسرعه وجري وكده. إيه، نحط له الاكل بالراحه ويمشي بالراحه عشان هو ما يتوترش ويتعود يتوتر دايما. تمام برافو ممتاز.